في حلقة اليوم سنتحدث عن مواصفات الكنيسة الأولى. أعزائي من جبل الزيتون الذي يطل على البلدة القديمة أورشليم القدس، أريد أن أتحدث من سفر أعمال الرسل عن مواصفات بل خصائص الكنيسة الأولى، كيف نجحت وكيف كانوا ينمو بالنعمة وكان ينمو بكلمة الله، سر نجاح الكنيسة الأولى. قبل أن أتحدث عن هذا الموضوع، أنا موجود على جبل الزيتون، الجبل المحبب على قلب المسيح لأنه كان يأتي إلى هذا المكان. جبل الزيتون من هذا المكان أعطى مأمورية لتلاميذه أن يكونوا شهود في كل الأرض، وأيضا من هذا الجبل صعد إلى السماء. عندما تنظر إلى البلدة القديمة تستطيع أن ترى الأسوار القديمة مع جناح الهيكل العظيم، ومن وراء هذا الجناح تستطيع أن ترى جبل صهيون، وفي أسفل الوادي وادي قدرون بستان جتسماني، ومن الجهة الأخرى كنيسة مريم المجدلية. أدعوك لتشاهد هذه الحلقة لأنها ستساعدك على النمو الروحي في حياتك المسيحية. سأعود بعد قليل. تابعونا على هذه القناة لمشاهدة رحلة في سفر أعمال الرسل. هيا بنا لنكتشف المواقع التاريخية التي بشر فيها الرسول بولس، ونكتشف أيضاً أمور عجيبة وقصص رائعة عن الكنيسة الأولى. شاهد هذه الحلقات الخاصة من حلقات الكنيسة الأولى رحلة في سفر أعمال الرسل. أنا موجود أمام كنيسة الجسمانية، هذه الكنيسة بنيت فوق بستان جتسماني، المنطقة تسمى معصرة زيت. في هذا المكان جاء المسيح وصلى، في هذا المكان ألقي القبض على المسيح وصار إلى وادي قدرون ليحاكم أمام قيافة. ولما أخلى المجلس سبيل بطرس ويوحنا رجعا إلى رفاقهما وأخبراهم بكل ما قال لهما رؤساء الكهنة والشيوخ، وعندما سمعوا ذلك رفعوا أصواتهم إلى الله بقلب واحد فقالوا: يا رب، يا خالق السماء والأرض والبحر وكل شيء فيها، أنت قلت بلسان أبينا داود عبدك بوحي من الروح القدس: لماذا هاجت الأمم وتآمرت الشعوب باطلاً؟ قام ملوك الأرض وتحالف الرؤساء كلهم على الرب ومسيحه. نعم، تحالف في هذه المدينة هيرودس وبونطيوس بيلاطس وبنو إسرائيل والغرباء على فتاك القدوس يسوع الذي جعلته مسيحاً، فعملوا ما سبق أن قضت يدك ومشيئتك أن يكون. فانظر الآن يا رب إلى تهديداتهم، وامنحنا نحن عبيدك أن نعلن كلمتك بكل جرأة. مد يدك لتأتي بالشفاء والآيات والعجائب باسم فتاك القدوس يسوع. وبينما هم يصلون اهتز المكان الذي كانوا مجتمعين فيه، وامتلأوا كلهم من الروح القدس فأخذوا يعلنون كلمة الله بجرأة. وكان جماعة المؤمنين قلباً واحداً وروحاً واحدة،
لا يدعي أحد منهم ملك ما يخصه، بل كانوا يتشاركون في كل شيء لهم. وكان الرسل يؤدون الشهادة بقيامة الرب يسوع تؤيدها قدرة عظيمة، وكانت النعمة وافرة عليهم جميعاً، فما كان أحد منهم في حاجة، لأن الذين يملكون الحقول أو البيوت كانوا يبيعونها ويجيئون بثمن المبيع فيلقونه عند أقدام الرسل ليوزعوه على قدر احتياج كل واحد من الجماعة. وهكذا عمل يوسف، وهو لاوي قبرصي الأصل، لقبه الرسل ببرنابا أي ابن تعزية، فباع حقلاً يملكه وجاء بثمنه وألقاه عند أقدام الرسل. أعزائي من وادي قدرون، نواصل دراستنا وحديثنا من سفر أعمال الرسل. في هذه الحلقة رح نتكلم عن مواصفات الكنيسة الأولى وما هو سر النجاح لهذه الكنيسة، إيش سر التغيير اللي حصل معهن واستمروا بالنمو واستمروا بالشهادة وبقوة الروح القدس. قبل أن أتحدث عن هذا الموضوع، أنا موجود في هذا الوادي المشهور جدا في الكتاب المقدس، يسمى وادي قدرون. وادي قدرون أيضا يسمى وادي يهوشافاط، أي الله يدين. هذا الوادي بيفصل بين جبل الزيتون عن مدينة القدس القديمة، مدينة أورشليم. جبل الزيتون تستطيع أن ترى في أسفل الجبل كنيسة الجسمانية أو بستان جتسماني. في هذا المكان كان يصارع المسيح ويصلي، في هذا المكان ألقي القبض عليه وأخذوه من هذا الوادي، أخذوه من هذا الوادي إلى جبل صهيون إلى بيت قيافة. وأيضا هذا المكان مشهور جدا، المكان اللي جنبه يسمى نصب أبشالوم. أتذكر قصة داود عندما هرب من ابن أبشالوم، صار في وادي قدرون نزولا إلى منطقة البحر الميت، وقطع إلى الأردن إلى الجهة الأخرى. طبعا تستطيع أن ترى في هذا المكان كنيسة مريم المجدلية، القبب المذهبة خلف أسوار أورشليم القديمة، البوابة الذهبية أو البوابة الشرقية كان المدخل الرئيسي للهيكل في أيام المسيح. وطبعا الشيء المميز هون جناح الهيكل العظيم، جناح الهيكل هذا اللي بتشوفه من خلال الأسوار، هذا السور اللي حفظ البلدة، لأنه هيرودس الكبير بنى الهيكل لكنه سطح الجبل وبنى الهيكل على هذا الجبل. إيه علامات التغيير اللي حصلوا عليها التلاميذ واستمروا بهذا النمو؟ أحيانا نطلق عليه بالكنيسة وسائط النعمة أو المقومات أو الدعامات اللي بتدعم الشخص حتى يستمر بالإيمان وبالنمو الروحي أيضا. أولا الطاعة والمحبة والولاء الكامل للشخص الرب يسوع المسيح. عندما أقول الطاعة، الطاعة والمحبة لفعل مشيئة الرب. واضح إنه حياة التلاميذ إذا كانت تعكس أي شيء كانت تعكس هذه الطاعة. أولا طاعة المأمورية، قال لهم اذهبوا وكرزوا، فابتدأوا يكرزون عندما امتلأوا من الروح القدس. بولس الرسول عندما تغيرت حياته سأل ماذا تريد أن أفعل، قال له اذهب ويقال لك ماذا ينبغي أن تفعل. من اللحظة الأولى اللي آمن فيها بالرب يسوع المسيح إلى آخر لحظة في حياته كان طائع الرب، كان يفعل مشيئة الرب. وبالواقع أن التلاميذ صاروا في خطوات الرب يسوع المسيح اللي مكتوب عنه في يوحنا 4:34، طعامي أن أعمل مشيئة الذي أرسلني وأتمم عمله. حياته كانت لطاعة الآب. وعندما تطيع، هذا أنك أنت بتصير بهدف واضح وحقيقي، برؤية واضحة بحياتك. لم تعزم إلا أنك تطيع مشيئة الله في حياتك. قال الرسول بولس في آخر حياته قد جاهدت الجهاد الحسن، أكملت السعي، لأنه عاش بطاعة مستمرة للرب. عندما نؤمن بالمسيح ينبغي أن نطيع صوت المسيح، أوامر المسيح، تعاليم المسيح،
نخدم المسيح. مش ممكن تقول أنا مؤمن مسيحي وحياتك سطحية فاترة، ما فيها محبة، ما فيها إخلاص، ما فيها ولاء، ما فيها طاعة لفعل مشيئة الرب. فالطاعة لمشيئة الرب هذا سر نجاح التلاميذ، لأنهم آمنوا من كل قلوبهم أن المسيح حي، هو الرب المقام، فأرادوا أن يطيعوه سواء بحياة أو بموت، وأن يفعلوا مشيئة الله في حياتهم. هذه الطاعة انعكست على حياتهم وتمت الكرازة والبشارة من خلاله. هذه المواصفات كانت سر نجاح الكنيسة الأولى. الكنيسة امتدت لأنه تغيرت، والتغيير لازم يظهر شيء في حياتك. قلب وروحة مدينة أورشليم يتركزان بلا شك في المدينة القديمة، وهي منطقة تعكس 5000 عام من تاريخ البشرية، متركزة في كيلومتر مربع واحد، تغطي المنطقة الأصلية للمستعمرة القديمة في جبال اليهودية، شبكة المدينة القديمة من الأذقة والدرج الضيقة والتي تصبح أحياناً محيرة، وتخفي هذه الشبكة كنز من التراث التاريخي والثقافي والروحي، الأمر الذي يوحي بضرورة استمرار أعمال التنقيب. تتجمع الجهات الأربعة حول جبل الهيكل، ولقد ظل اليهود على مر العصور يعتبرون هذا الموقع موقع روحي هام، وكذلك ظل الحال بالنسبة للمسلمين منذ القرن السابع حينما تم بناء مسجد قبة الصخرة والمسجد الأقصى فوق هذا الجبل. وتوجد في الربع المسيحي كنيسة القبر المقدس الذي يعتقد أنها بنيت في نفس المكان الذي تم فيه الصلب، وهي تعتبر من أكثر المواقع المسيحية قدسية. يستمر الحجاج الدينيون القادمون من مختلف البلدان في الاحتشاد في المدينة المقدسة، كما يتدفق ملايين البشر عبر بوابات أورشليم كل عام. طاعة المسيح كان موضوع سرور التلاميذ، بل كان موضوع قوة التلاميذ. حتى أمام الاضطهاد قال بطرس: ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس. لم يحتسب لحياته لأي شيء، لكن وضع بنفسه أن يطيع الله وأن يتمم البشارة. شيء تاني اللي بمواصفة أخرى اللي أدت إلى تغيير الكنيسة الأولى هو الشهادة، لأنه امتلأوا من الروح القدس فابتدأوا يشهدون، يعلنون أن المسيح صلب نعم لكنه قام من بين الأموات. فلا مسيحية بدون شهادة، وبالواقع أنه كل إنسان اتغير ابتدأ يشهد بالحال عن نعمة الرب يسوع المسيح. هذه الشهادة كانت بقوة الرب المقام وبقوة الروح القدس. من خلال الشهادة استطاعوا أن يتحملوا كل الاضطهادات، كل العنف وكل المقاومة، لأنه امتلأوا من الروح القدس ما استطاعوا أن يحصروا أو يمسكوا هذا الشيء، بل تكلموا عن يسوع بكل جرأة وجهارة، فبيتميزوا بحياة الشهادة. شيء ثالث أريد أن أقول، مواصفات الكنيسة الأولى حياة الصلاة. ولاحظ أنا قلت مش الصلاة، لأن الصلاة مش مجرد كانت فريضة بالنسبة للكنيسة الأولى. عندما تقرأ في كل صفحات سفر أعمال الرسل من الإصحاح الأول حتى الإصحاح 28 تجد أنه كان الجو، جو الكنيسة مشبع بجو الصلاة، وأنه كان الصلاة شيء طبيعي في حياة الرسل. كانوا بيتمتعوا بقوة عظيمة جدا من خلال قوة الصلاة، كان جزء لا يتجزأ من حياتهم. من خلال الصلاة استطاعوا أن يروا آلاف من النفوس اللي رجعت للرب. من خلال الصلاة استطاعوا أن يقاوموا الاضطهاد. من خلال الاضطهاد شافوا معجزات وآيات وحرية وقدرة الرب في حياتهم. صلواتهم كانت ممسوحة بالروح القدس، كانت مؤثرة، كانت فعالة، كانت صلوات مستجابة. نراها في كل السفر الأعمال، كانت صلوات اللي حركت السماء، حركت الله، بل شلت الجحيم
وهدمت مملكة الظلمة ومملكة الشيطان. شيء آخر كانت تمارسه الكنيسة هي العبادة. العبادة كانت في منطقة الهيكل، كانوا يأتون ليعبدون الله في الأعياد الرسمية والرئيسية، لكن عندما عرفوا المسيح كانوا يعبدونه في كل مكان. ألم يقل المسيح الله روح والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي أن يسجد له؟ فإذا العبادة كانت في الهيكل، كانت في المجمع، وكانت أيضا في البيوت. كانوا يجتمعون لعبادة الرب. كانت العبادة في الهيكل، في المجامع، في البيوت، في كل مكان. فكانوا مشبعين في جو العبادة، منحصرين في شخص الرب يسوع المسيح، في حضوره معهن، إذ كانوا يعبدونه ويركزوا عليه كل الوقت. فالعبادة كانت مش مجرد بس في مكان معين كفريضة، لكن في الخدمة، في التسبيح، في العطاء، في كل شيء كان يقوم فيه كان عبادة للرب يسوع المسيح. شيء آخر مهم جدا وجوهري، تعليم الرسل. تعليم الرسل اللي هو كان مرتكز على أساس كلمة الله، والكلمة هي اللي كانت علامة واضحة إن الكنيسة اتغيرت في زمن أعمال الرسل. كانوا ممتلئين من كلمة الله، الوعظ كان ممسوح، التعليم كان ممسوح، والتعليم كان كله من كلمة الله، وتأسست معظم العقائد الرئيسية والرسمية. التعليم ما عادش كيف كان يكون بيعتمد على التقليد أو الحرفية أو الناموسية، كما قال يسوع: كلامي روح وحياة، تضلون إذ لا تعرفون. الكتب المقدسة امتلأوا من كلمة الله، والروح القدس ذكرهن بالكلام وأعطاهن الكلمة، أعطاهن الحكمة حتى يتكلموا بكل قوة، بكل جهارة، بكل جرأة من كلمة الله. وإنه الكلمة في سفر أعمال الرسل كان لها دور كبير، الله ثبت الآيات معهم وأيد الكلمة. الله كان يأيد كلمته دائما. في أعمال الرسل إصحاح 19 آية 20 مكتوب: هكذا كانت تنمو كلمة الرب وتقوى بشدة، يعني كانت تنتصر، تأخذ مواقع. ألم يقل الكاتب إلى العبرانيين: كلمة الله حية فعالة، أمضى من كل سيف ذي حدين، خارقة إلى مفرق النفس. ألم يقل إشعياء النبي: كلمتي التي تخرج من فمي لا ترجع إلي فارغة؟ ألم يقل إرمياء النبي: كلمتي كنار، كمطرقة تحطم الصخر؟ استخدموا كلمة الله، ومن خلال كلمة الله كانوا ينمو على تعليم الرسل. تعليم الرسل كان الأساس ضد أي تعليم مزيفة أو أي تعليم ضالة أو أي تعليم باطلة، لأنه في أيام الرسل كثرت التعليم الباطلة، والجماعات اللي اعتبروا نفس المسيحيين لكن أرادوا أن يضعوا ضغوط على المؤمنين بطرق باطلة ومزيفة. فكان تعليم الرسل هو التعليم الأساسي اللي عايشيته الكنيسة الأولى. عزيزي، سأواصل حديثي بعد قليل. وأما المؤمنون الذين شتتهم الاضطهاد الذي نزل بهم بعد مقتل استيفانوس فانتقلوا إلى فينيقيا وقبرص وأنطاكيا، وكانوا لا يبشرون أحداً بكلام الله إلا اليهود. ولكن بعض هؤلاء المؤمنين من قبرص وقيرين جاءوا إلى أنطاكيا وأخذوا يخاطبون الناطقين باللغة اليونانية أيضاً ويبشرونهم بالرب يسوع. وكانت يد الرب معهم، فآمن منهم كثيرون واهتدوا إلى الرب. وبلغ الخبر مسامع الكنيسة في أورشليم، فأرسلوا برنابا إلى أنطاكيا. فلما جاء ورأى نعمة الله فرح وشجعهم كلهم على الثبات في الرب بكل قلوبهم. وكان برنابا رجلا صالحا ممتلئا من الروح القدس والإيمان، فانضم إلى الرب جمع كبير.
شيء آخر كانت تمارسه الكنيسة الأولى ويعتبر ركن هام جداً وساعد الكنيسة إنه تنمو وتقوى هو الشركة. الشركة اللي وحد الكنيسة بمحبة المسيح. الشركة كانت ببساطة كانوا يجتمعون ويكسرون الخبز ويأكلون يتناولون وجبة بمحبة، وهذه الشركة خلت علاقتهم قوية ببعض، يصلوا من أجل بعض، يساندوا بعض ويرفعوا بعض ويشجعوا بعض. والشركة جزء مهم جدا في حياة المؤمن. يقول الكتاب المقدس: غير تاركين اجتماعنا كما لقوم عادة. فالشركة ركن وجزء هام في حياة الكنيسة الأولى، بل كانت تعتبر جزء من أركان الكنيسة لنموها واستمراريتها. الإنسان مش ممكن يعيش من غير الشركة، وهي شركة المؤمنين اللي ساعدت الكنيسة تحافظ على وحدتها وعلى المحبة وعلى القوة وعلى الصلاة إنه يستمروا بالنمو الروحي. شيء آخر أحبائي، الامتلاء بالروح القدس. الامتلاء بالروح القدس موجود في كل صفحات سفر أعمال الرسل من يوم 50، أو بالأحرى من الإصحاح الأول من الوعد ليوم 50 حتى آخر إصحاح، كانوا يمتلئون بالروح القدس. وكلما امتلأوا بالروح القدس كان في يحدث شيء معين، إما معجزة أو يتكلموا بكلام الله بمجاهرة أو يشهدوا بقوة الروح القدس، إن كان الرعاية أو الخدمة أو حتى عند الاستشهاد أو عند الاضطهاد يمتلئوا كان الله يستخدمهن. فواضح إنه هذا الامتلاء مهم جدا في حياة الكنيسة. أكبر مشكلة لما بتفتر محبة الناس، لما الإنسان بيسلك في الجسد، لما الإنسان بيعيش للذات، لما الإنسان مش عارف يوم بيوم، لما الإنسان بيكون عايش في الخطية مهزوم بالعار، محتاجين لنعمة الرب. الكتاب يقول: أنمو بالنعمة وبمعرفة ربنا يسوع المسيح. الكنيسة الأولى نمت، وهذه وسائط ساعدت الكنيسة أن تنمو وأن تنجح مرة أخرى. العلامة المميزة كانت الطاعة لفعل مشيئة الله بمحبة بسرور، وكانت الكنيسة الأولى كنيسة شاهدة تشهد عن الرب يوميا. الشيء الثالث، كانت تعيش حياة الصلاة مشبعة بجو الصلاة، الصلوات مؤثرة فعالة وكانت مستجابة، وحركت وغلبت وانتصرت وامتدت بقوة الصلاة. شيء آخر، العبادة، كانوا يعبدون الله مش بس في الهيكل، أيضا في البيوت. تعليم الرسل، كلمة الله أصبحت جزء لا يتجزأ من حياتهم. وطبعا الشركة بين المؤمنين اللي عززت، اللي شددت، اللي قوتهن، اللي ربطتهن، وحدتهن حتى يكونوا جماعة، استطاعت أن تغلب العالم. جماعة كان كل العالم يحسب لها حساب، لأن قوة الشركة أظهرت محبة المسيح وعرفوا أنهم تلاميذ المسيح. وفي الختام أقول: الامتلاء بالروح القدس. قال الرسول بولس: امتلئوا بالروح. ينبغي أن نستمر بهذا الملء حتى نعيش الحياة المنتصرة والجذابة لشخص ربنا يسوع المسيح. عزيزي في الختام، إذا أنت حصلت على حياة أبدية، على حياة جديدة بواسطة المسيح، لابد أن هذه المواصفات يكون جزء طبيعي من حياتك. لكن السؤال، إذا أنت مش بتمارس هذه الأشياء، في علامة استفهام، بل علامة سؤال كبيرة على خلاصك. بالواقع ما ممكن تقول أنا إنسان مؤمن مسيحي وأنت عايش بس بالهزيمة والعار، الحياة الفاترة، السلوك بالجسد، مش عارف كيف النهار بيطلع أو بيمضي عليك. هذه المواصفات كانت سر نجاح الكنيسة الأولى. الكنيسة امتدت لأنه تغيرت، والتغيير لازم يظهر شيء في حياتك. كل إنسان تغير لابد أنه تظهر عليه علامات التغيير. أنت بتصير ابن لله، أنت بتصير شريك الطبيعة الإلهية، بتصير لك امتيازات عظيمة جداً. الأشياء اللي كنت تحبها بتصير تكرهها، الأشياء اللي الخطية اللي كنت عايش فيها بتصير تتبكت ما تحبها. فشيء طبيعي إذا الرب غير حياتك، لازم تطيع صوت الرب وتعمل مشيئة الرب.
لازم تشهد عن الرب. إذا أنت ما بتشهد عن يسوع ليه مسمي حالك مسيحي؟ لازم تعبد الله من كل قلب طاهر ومستقيم أيضا. لازم تعيش حياة الصلاة، تكون الصلاة جو مش فريضة مرتين ولا ثلاثة ولا خمس مرات بتصلي. صلوا بالانقطاع، الصلاة يصبح جزء طبيعي من حياتك، يعني في شركة مستمرة مع الرب يسوع. طبعا تعليم الرسل، كلمة الله تأخذ موقع في حياتك، شركة المؤمنين، وأيضا الامتلاء من الروح القدس. لكن فاقد الشيء لا يعطي. كيف إذا بدك تكون مؤثر أو فعال وانت ما عندك هالأشياء؟ بكل بساطة لازم تفتح قلبك ليسوع المسيح، تختبر قوة قيامة المسيح، حياة المسيح التي تتدفق في حياتك فتشبعك فتجري الأنهار الماء الحي من داخلك. كل إنسان تغير بيشهد عن الرب يسوع المسيح. إخوتي وأخواتي، بكل بساطة محتاجين نتوب للرب. التوبة تعني تغيير الفكر، وغير فكرة عن الله. الله بيحبني، الله يريد أن يكون في علاقة معي، وفكرتي عن نفسي أنا إنسان خاطئ محتاج للنعمة. لكن الله قدم النعمة، قدم الهدية، كل ما عليه أنه أقبلها بالشكر وأؤمن وأدعو المسيح إلى حياتي وأشكره على موته وقيامته من بين الأموات. عندما تدعوه الرب الحي المقام هو اللي بيساعدك أنك تسلك السلوك المسيحي، بيساعدك أنك تنمو في الوسائط النعمة، وأن حياتك المتغيرة تتغير أكثر فأكثر حتى تعيش حياة القداسة وتكون مشابه صورة يسوع المسيح. أصلي من كل قلبي إذا ما زلت متردد تحضر يوم الاجتماع أو بتحضرش، إذا حياتك بعدها فاترة أطلب من الرب أن يساعدك. صلي أن الرب يأتي إلى حياتك ويخترق حياتك حتى تعيش حياة النصرة، حياة الغلبة، حياة كلها شبع، كلها سرور، مليانة بمحبة، مليانة بثمر الروح في حياتنا. على فكرة إذا بتحتاج مساعد روحي يمكنك أن تتصل بنا أو تكتب لنا، حب أسمع منك. إلى اللقاء والرب يباركك. في الحلقة القادمة من برنامج رحلة الكنيسة الأولى سوف نتحدث عن رحلة الرسول بولس التبشيرية الأولى. هل لديك سؤال أو تعليق على حلقة اليوم؟ هل تريد الحصول على مزيد من المعلومات عن الحقائق التي شاهدتها؟ لا تتردد في الاتصال بنا على nour@lfan.com. كما يمكنك الاتصال أيضا تليفونيا على 001-905-335-1534 أو من داخل مصر 012-02-666-07 أو من شمال أمريكا 1-800-280-3288 أو